السلام عليكم خاوتي، نسبر كل راكم يا حبيت نحكي في واحد النقطة. بس ياسر تسأل في الماريكان، تقولي الماريكان بلاد الرأسمالية وما تخدمش ما توكلش وما يعطيوكش. حبيت نحكي في النقطة دي برك، وناس تخمم انك انت تقطع البحور وتفواياجي باش تخمم لك ان ماريكان رأسمالية ما تخدمش وما تديرش، وبلي ماريكان فيها السوسيال وما فيهاش السوسيال. خاوتي هذه هدية من بين النقاط اللي تخليك تروح تفشل، ولا كان شفتي روحك باللي حاب تعول حاجة ولا جاي شاقي المهمة بلاد ومسكريفي وبعد على فامي باش تخمم في السوسيال تاع البلاد هذيك. ننصحك اخي العزيز غير وقعد في البلاد خير، راك في الزون دو كونفور غلطة لا بيان امورك واضحة، ولا تقلق في روحك فهمتيني. مالغري سا مالغريس في مهما بلاد في الدنيا، مام في البلاد تي اوبليجي تخدم، سي روحك تولي عالة على المجتمع مش غير في الغربة، ولهنا محتمة أكثر وأكثر. أون بليس دو سا كاينة ناس ياسر تجهل الحياة بأمريكا وتقول لك ما كانش السوسيال في الماريكان. بربي إن شاء الله في أون بروشين فيديو ونحكي لكم على السوسيال في الماريكان، كاين سوسيال راهي في الماريكان وهي تهلاو في رواحها.